ولو بنتكلم عن اليوم العالمي للشباب ما ينفعش نتكلم عن هذا اليوم وننسى احد اهم الصفات اللي يعني نقدر نقول ان هي اصبحت لصيقه جدا بمجتمع الشباب المصري، ثقافه التطوع اللي قدرت ان هي تخلق نوع من انواع المشاركه المجتمعيه، نوع من انواع المسؤوليه المجتمعيه. الشباب النهارده بيشارك في مبادرات كبيره وطويله وعريضه من مبادرات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، في كيانات ضخمة موجودة في الشارع بتضم حوالي 250 ألف متطوع، رقم ضخم جدا، ربع مليون متطوع. بلغة الأرقام قدموا خدمات لأكثر من 30 مليون مصري خلال عام واحد فقط. إزاي بقى نقدر نتكلم عن هذه المبادرات ونتكلم عن هذه الثقافة؟ هو ده عنوان النهاردة. هنتكلم مع ضيوفنا اللي موجودين معانا في الاستوديو، احمد علي متطوع في التحالف الوطني للعمل الاهلي، اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ احمد. ومحمود حمدون متطوع في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. بدايه كده لما نتكلم عن فكره انضمامكم كمتطوعين للعمل في التحالف، التحالف كيان كبير، مظله كبيره جدا، جمعت ناس كتير قوي كانت بتشتغل فراده، كل واحد كان بيشتغل بطريقته، بيقدم خدمات كبيرة، ولكن المظلة الكبيرة دي أعتقد أنها جمعت الناس تحت المظلة دي. أكيد طبعا التحالف الوطني كيان كبير وأضاف الكثير لمؤسسات المجتمع المدني وتوحيد الجهود. يمكن المؤسسات كان كل مؤسسة بتشتغل في اتجاهها أو بطريقة، أو كل مؤسسة عندها مبادراتها اللي بتشتغل عليها. جت فكرة التحالف مظلة شملت على العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وحدت الجهود. يعني بقى في تنسيق، هننزل نشتغل، انا بشتغل مبادره وليكن مثلا مؤسسه صناع الخير، مبادره عينيك في عينينا لمكافحه مسببات العمى، كنت بشتغل على خطه في القرى، لا اصبحنا التحالف بينزل بيعمل خطته. احنا هنشتغل النهارده مثلا في محافظه الفيوم وليكن في مركز إدسا، هننزل بمؤسسات التحالف كلها بجمعياته، هنعمل قافله موسعه. بدل ما انا كنت بشتغل مثلا عينيك في عينينا لمكافحه مسببات العامه، بشتغل على حاجه معينه تخص واحد اللي هو الرمض، لا بقى معايا كل المؤسسات. يعني كل مؤسسه عندها مبادره بننزل في يوم واحد، بيبقى زي قافله شامله كل التخصصات، بقى بغطي القريه والقرى المجاوره، بكشف على اهالي القريه والقرى المجاوره، بيكون في متابعه بعد القافله للامانه. يعني مثلا اتكلم مثلا عن تخصص واحد عشان وقت حضراتكم، وليكن اشتغلت على الرمض، انا بنزل اكشف على الحالات، محتاج ادويه بصرفها، محتاج نضاره بعملها واسلمها بعد فتره مش بعيده لا تتعدى ال 10 ايام، محتاج عمليه بيتم التنسيق برضو وبيتم نقل الحالات لاكبر المراكز لاجراء العمليات. اذا في جهود كامله. طبعا انا حابب اسمع برضو منك يا احمد، ثقافه التطوع اديتك ايه على المستوى الانساني؟ انت على مستوى الدراسه وصلت لفين او عملت ايه، وهي مهنيا وانسانيا اضافت لك ايه على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي، قدرت يعني تضيف لك ايه؟ بالتاكيد طبعا ضافت لي كتير. موضوع التطوع والمشاركه ديت حاجه كويسه جدا، يعني انك تشارك اكتر من حد، مجموعه كبيره، تطوع وعمل الخير ده برضو ليه يعني حاجات كويسه جدا، يعني تساعد الناس، بتشتغل على حاجات تكون حبيبها، يعني مساعدة الناس وعمل الخير، ده حاجة كويسة جدا. موضوع كويس جدا يعني موضوع التطوع ده. يعني فادتك ازاي؟ يعني اديتك ايه ممكن تقول انك استفدت منه؟ المشاركة، المشاركة مع الغير، مع الآخرين، حاجة كويسة برضو طبعا، ضافت لي كتير طبعا على المستوى المهني يعني. أكيد. محمود اشتغلت في محافظات إيه؟ اشتغلنا في محافظات كتير للأمانة، أبرزها الأماكن الحدودية زي حلايب وشلاتين، شمال وجنوب سيناء. الأماكن اللي لفترة طويلة كانت محرومة من الخدمات قبل ما يبقى فيه طبعا خطة ومنهج في الدولة إنها طبعا يبقى طبعاً فيه عدالة في توزيع للأمانة الخدمات ما بين المؤسسات أو المجتمع المدني، ما كانش بيوصل للأماكن دي أو كان الوصول صعب ليها. لما فخامة الرئيس وجه بعام 2022 عام المجتمع المدني، لقينا كل التسهيل وبقينا بنتقابل بصدر رحب في المحافظات الحدوديه، وبقى فيه كل التسهيلات من القياده السياسيه والقياده التنفيذيه في المحافظات. المناطق اللي اشتغلنا فيها والمناطق اللي الواحد ليه فيها ذكريات حلوه للامانه، حلايب وشلاتين، وخاصه يعني وصلنا لحد معبر راس حديربه اللي هو خلاص داخلين السودان، وصلنا لكل اهالينا، ودي توجهات ان احنا نهتم باهالينا في المناطق الحدوديه.
عملنا قوافل طبية، عملنا قوافل مساعدات ومواد غذائية، عملنا محطات مية، يمكن يعني المية هناك برضو بما أنها مناطق حدودية صعب المية قليلة شوية، عملنا محطات تحلية واشتغلنا في العديد من المبادرات. احنا نقلنا مستشفيات من هنا يعني لمستشفى الشلاتين مثلا المركزي، قعدنا اسبوع كشفنا على الناس، عملنا عمليات يعني خدنا اجهزه بدكاتره واشتغلنا عملياتنا هناك. الوادي الجديد وصلنا برضو لمدينه الخارجه وبمراكزها، اشتغلنا العديد من المبادرات، اشتغلنا مبادره بيت يحميني، نزلنا قرى يعني شفنا حاله الناس، شفنا احتياجاتهم، لقينا اللي محتاج سكن كريم، بنينا منازل وصبناها وشطبناها وسقفناها. صحيح. عملنا وصلات ميه. طب كلمني عن اهميه غرف المتابعه اللي معموله في المحافظات. حالنا او حال العمل الاهلي قبل غرف المتابعه دي كان عامل ازاي؟ وحالنا بعدها بقى عامل ازاي؟ لا اكيد في تحسن ملحوظ للامانه يعني. يعني احنا مثلا كنا يعني بنعمل بعض المشروعات التنمويه او مراكز الاستدامه في المحافظات، لا في متابعه مستمره وفي تسهيل يعني انا عندي عقبات ولا بتذليل عقبات. احنا نزلنا في قريه في محافظه الفيوم احدى قرى مركز يوسف الصديق اسمها قريه دار السلام. يعني يوسف الصديق دي مشهوره شويه، يعني هي المناطق السياحيه في الفيوم كلها في يوسف الصديق. القريه دي تبعد عن قريه تونس حوالي 5 كيلو. قريه تونس طبعا قريه مشهوره جدا بالخزف، كان عندهم حرفه يدويه اللي هي السجاد اليدوي، دي حاجه ممتازه وبيعملوا شغل عالمي. فجت يعني فتره كده انقرضت، فنزلنا القريه كانت مصنفه من القرى الاكثر احتياجا، رصدنا مشاكل الناس وشفنا يعني الناس محتاجه ايه. لقينا ان هم كان عندهم زي مصنع سجاد يدوي صغير كده اتقفل، وبسبب قله الدعم او كده اتقفل. قعدنا بناء المبنى تاني وجبنا مدربين واشتغلنا على القريه. السيدات ما كانش عندهم دخل، اصبح ان احنا يعني دربناهم اشتغلوا، يعني كنا بندربهم وندي لهم حافز. بعد فتره بقت هي بتنتج ما شاء الله، وبعد يعني بتصرف على بيتها وعلى اولادها. النهارده السجاد اللي بيطلع من القريه دي، من قريه دار السلام دي، اكيد تصدير، بيشارك في معارض عالميه. طبعا. يعني بيشارك في معارض عالميه بره مصر في دول اجنبيه. اعتقد ده تبادل خبرات كمان، يعني طبعا. السيده اللي اتدربت وابتدت تاخد سيدات اخريات وبنات اخريات وتدربهم هم كمان، تديهم ما بين الحرفه اللي اتعلمتها والخبره بقى اللي كمان اللي اكتسبتها. طيب لو جيت لك بقى يا احمد وفكرنا مع بعض كده، الفرق بين العمل التنموي او الاهلي المسؤول، يعني مش كل حاجه هتعملها الدوله، مش هتقدر تعملها الدوله لوحدها. بالزبط. وفكره ان العمل الاهلي بيتم تكامله مع الخطه اللي قايمه بيها الدوله، اعتقد ده انتوا عملتوه في المحافظات الحدوديه وفي الاماكن اللي يمكن زي ما كان لسه محمود بيقول كانت محرومه من بعض الخدمات، مجرد حصل شويه دعم الناس قدرت تشتغل تاني وتبقى موجوده على التراك تاني. بالظبط كده، فعلا في تكاتف كبير جدا من اجهزه الدوله كلها، والتعاون ما بيننا التنسيق، لو رحنا حلايب وشلاتين بيبقى في تنسيق كامل بيننا وبين المحافظه هناك والتضامن الاجتماعي. نفس الكلام في اي محافظه تانيه برضه حدوديه، رحنا السلوم ورحنا سيوه في تعاون كبير جدا هناك معانا هناك من مجلس المدينه والمحافظه وكل القيادات اللي هناك بتتعاون معانا جدا يعني الصراحه. وكل منطقه بتشتغلوا فيها على الشغل الاساسي بتاع اهل المكان. فعلا ما انتوش جايين بالافكار معاكم جاهزه، لا انتوا بتشوفوا الناس اصلا بتبرع في ايه وبتشتغل عليه. بنساعدهم فيه يعني، محتاجين اي مساعدات ولا اي حاجه ماديات امكانيات بنساعدهم فيها. أكيد. خلينا نروح دلوقتي الوادي الجديد، معانا من محافظة الوادي الجديد عمر عبد الرحيم رسلان، وهو أحد متطوعي التحالف الوطني في جنوب الصعيد. أهلا بيك يا عمر، منورنا في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مصطفى. قول لنا الدور اللي بتقوم بيه كمتطوع في التحالف الوطني وخصوصا في محافظة حدودية زي الوادي الجديد، أكسبك إيه من الخبرات المجتمعية وفتح لك مجالات عاملة إزاي؟ اولا اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا. واهلا وسهلا بزملاء الموجودين في الاستوديو. اهلا بيك. احنا بن يعني احنا زي ما قالوا زملائي كده، احنا في تكامل اساسي بيننا وبين بعض في كل الاماكن. وجودنا في موضوع التطوع واكسبنا مهارات كثيره، يعني خصوصا زي ما حضراتكم كنتوا بتتكلموا عن وجود حاجه زي الاكاديميه الوطنيه،
وانها قد ايه بتوفر للشباب التنميه والتطوير وبتنمي المهارات المختلفه، وان احنا دلوقتي بقينا بنشوف الشباب موجودين في اماكن مختلفه وفي مناصب مختلفه، وفي حراك اجتماعي اساسي لموضوع الشباب والاساسيات اللي بتترمى على ذلك يعني. أكيد فكرة وجود متطوعين في المجتمع المحلي، يعني في فترة طويلة جدا الكيانات الأهلية الكبيرة كانت بتاخد شباب من مناطق وتاخدهم تسافر، يمكن بعد لما حصل تدريب للشباب وبقى حصل يعني تسليم كده للكوادر لبعضها لبعض، بقى موجود ناس كتير قوي موجودة في المكان تقدر تساعد. أعتقد لما بيبقى المتطوع من المكان بيبقى عارف احتياجات المكان أكتر من أي حد. طبعا وجود الأشخاص من أماكنهم الأساسية بيطلع الاحتياجات الأساسية في المكان نفسه، وعلى اساس كده بيتم التنميه في المكان نفسه يعني. لكن انت نقدر نقول ان انت وجودك في محافظه الوادي الجديد يعني استقبلت من خلاله كم قافله جايه من مصر، او كم مجهود سواء عيني او مادي جاي من القاهره؟ احنا هنا طبعا احنا كمتطوعين في مؤسسه صناع الخير يعني، وجزء اساسي فيها ومسؤولين في المؤسسه يعني، احنا شغالين على محاور اساسيه زي محاور التمكين الاقتصادي ومحاور التمكين الاجتماعي، سواء كان في استقبال الصناديق الحمايه الاجتماعيه اللي بنوزعها للاسر الاولى بالرعايه، بنشتغل برضه على فكره توزيع الاضاحي، بنشتغل على كل الحمايه الاجتماعيه الممكنه للاسر الاولى بالرعايه. كمان احنا برضه بنشتغل على فكره قرى الامل. قرى الامل احنا قرى بيتم فيها اعاده الاعمار او رفع الكفاءه المنازل لاهالينا في قرى جنوب الصعيد، اللي من خلالها بنوفر لاهالينا الاكارم يعني سكن كريم متوفره فيه سبل الراحه والامان اللازمه يعني. استفدت ايه بقى من وجودك في الحاجات دي؟ لا استفاده قصوى يعني، اولا الوقت بيجي اثمن واقوى من الاول، انت دلوقتي بقيت بتكون موجود في مختلف الاماكن، بتساعد في كل الاجراءات المطلوبه يعني الوقت بيجي دلوقتي بقينا نقدر نوفر سن مختلف، بيجي معانا اطفال معانا كبار معانا، في تبادل خبرات بين الناس بين بعضيها، بيجي في يعني تقدر تتعلم حاجات اكثر في وقت اقل يعني. أكيد عمر عبد الرحمن رسلان أحد متطوعي التحالف الوطني بجنوب الصعيد، شكرا جزيلا لك. خلينا نرجع تاني نكمل كلامنا أحمد محمود عفوا، بداية لما نيجي نقول إن زي ما أنتوا بتتبرعوا بوقتكم وزي ما بتتطوعوا أنتوا كمان بتكتسبوا خبرات وبتكتسبوا مهارات. أكيد يمكن استفدتوها جدا من التدريب علشان تبقى متطوع محترف، لو في يجوز حاجة اسمها طبعًا المصطلح ده. طبعا أبرز المهارات اللي نقدر نقول إنك اكتسبتها في الفترة. هو الحقيقة يعني التطوع أو شغلنا في المجتمع المدني ادانا فرصة، يعني احنا محظوظين في يعني في رغم صغر السنين احنا يعني مش ان احنا اكتسبنا من عالمين الشباب لازم يبقى صغر سنكم يعني احنا بقينا نتواصل مع التعامل مع المسؤولين، يعني كان في كانت الحتة دي للأمانة كانت مفقودة عندنا اللي هو بقينا نتواصل مع المسؤولين سواء في الوزارات أو المحافظين، دي يعني اضافت لنا الكثير للامانه في الموضوع ده. برضو يعني شغلنا على الارض، لفينا مصر من شمالها لجنوبها مع التحالف ومؤسساته، اشتغلنا في العديد من المبادرات، فرقت معانا كتير بصراحه يعني واضافت لنا الكثير. كونك بتنسق مع جهات كتير من الدوله اضاف لك انك تعرف ازاي دولاب عمل الدوله شغال، ازاي تبقى فاهم الناس ربما بتجهل الحاجات دي، يعني طبعًا. دايما تقول لك الحكومه مش عارف ايه، الحكومه مش فاهمه مش لامس ان كل مؤسسه ليها اليه وكل موضوع كل مبادره طبعا ليها اهدافها وليها مده زمنيه، ويعني الهدف يعني دايما احنا لما بنحط مبادره نشتغل عليها
قبل 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 يعني ما ان انا احط مبادره واشتغل اضمن نجاح او استمراريه المبادره بالمتابعه وبالشغل على الارض. اكيد. طيب محمود، خلينا ناخد نفس السؤال احمد عفوا ونتوجه بيه ليك. المهارات اللي كنت بتفتقدها واكتسبتها بعد ما بقيت متطوع لفتره طويله وقدرت انك تنضم للتحالف. تمام. ومن اكثر الحاجات اللي الواحد اكتسبها في موضوع التطوع ده فن التعامل مع الناس. يعني احتكاك مع الناس حاجه بجد كويسه، بتضيف للواحد كتير. يعني ازاي تعرف تتعامل مع الناس، تلبي احتياجاتهم. يعني موضوع القوافل اللي بنشارك فيها ديت، طبعا بكم كبير جدا من الناس جاي يكشف ولا حاجه، بتعرف تتعامل مع الناس كويس، اسلوب راقي، احترمهم، تشوف احتياجاتهم كده. اكيد. كفيت كم محافظه؟ لفيت كتير، وجهي بحري كله. مثلا احكي لنا يعني عن ذكرياتك في وجه بحري. من البحيره، اسكندريه، كفر الشيخ، دمياط. ايه؟ منين اصلا؟ انا اصلا من البحيره. بس وجهي بحري كله بقى فيه. رحنا السلوم أجدع ناس البحيرة دي، بلدياتي. عملت إيه يعني هناك؟ القوافل الطبية مع التحالف، في قوافل اسمها ستر وعافية، التحالف أطلقها، اشتركنا في أكتر من 15 قافلة. لفينا بقى معظم محافظات وجه بحر كله، يعني احنا المتطوعين اللي هناك معانا. يعني من مطروح لحد شمال سينا. أكيد في يعني مجهود كبير جدا بيقوم بالتحالف إن هو يدرب شباب كتير وإن هو يخلي فيه 250,000 متطوع على الأرض وإنه يخدم 30 مليون بني آدم. أعتقد إن ده رقم ضخم جدا، أكتر من 30 جمعية مؤسسة بتشتغل فيه، مؤسسات التحالف الوطني، قدرت إن هي توفر ما يعرف بثقافة التطوع عند الشباب. النهارده في اليوم العالمي للشباب احتفلنا بالمتطوعين واحتفلنا أيضا بثقافة التطوع. بنشكر أحمد علي المتطوع في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. شكرا ليك يا احمد. شكرا ليك. وشكرا ايضا لمحمود حمدون المتطوع ايضا في ذات التحالف. شكرا ليك. شكرا لحضرتك، سعداء جدا.